السلام عليكم، جعفر، وفيديو عن دور الأمم الأوروبية، البطولة الأوروبية الجديدة للمنتخبات، دور الأمم الأوروبية أو ويفا نيشن ليج. باختصار بطولة دوري بس للمنتخبات، تلعب في أسابيع الفيفا، أسابيع توقف الدوريات اللي يلعب فيها المباريات الودية، هم عملوا بطولة عشان ما يلعب مباريات ودية. البطولة بتبدأ من سبتمبر هذا الشهر 2018 إلى جون 2019. الدوري هذا راح يتكون من كل المنتخبات الأوروبية 55 منتخب، وراح يتم تقسيمها إلى 4 دوريات، الدور الأول، الثاني، الثالث، الرابع، قسموهم ليج A B C D. راح يكون في 12 منتخب في الدوري A و12 منتخب في الدوري B، 15 منتخب في الدوري C و16 منتخب في الدوري D. وكل دوري من هذه الدوريات راح يكون في 4 مجموعات، وكل مجموعه راح يكون فيها 3 الى 4 منتخبات ويلعبوا ضد بعض ذهاب واياب. وتم توزيع هذه ال 55 منتخب اوروبي على الدوريات حسب تصنيف في الفيفا سنه 2017 في اكتوبر. المنتخبات ال 12 الاولى راحوا في الليج A، المنتخبات اللي بعدهم في الليج B وهكذا. ولان في كل دوري او كل ليج مجموعات، بعد وزعوا الفرق الى اقسام وصنفوهم عشان نحط مين الفرق اللي تكون على راس المجموعه ومين يكون معاها، وهذا كله بعد حسب تصنيف الفيفا اللي صار في اكتوبر 2017. الدوري A والدوري B راح يكون فيهم 4 مجموعات وكل مجموعه فيها 3 فرق. الدوري C راح يكون فيه 4 مجموعات، 3 مجموعات منهم فيها 4 فرق ومجموعه فيها 3 فرق. الدوري C راح يكون فيه 4 مجموعات وكل مجموعه فيها 4 فرق. نظام البطوله زي ما قلنا، دوريات، كل دوري فيه مجموعات، الفرق اللي في هذه المجموعه اكيد راح يلعبوا ضد بعض ذهاب واياب. ولان الدوري A هو التصنيف الاول، الفرق اللي تتصدر هذه المجموعات في الدوري A راح يلعبوا نص نهائي وبعدين نهائي، ويتوج الفريق الفاز بلقب هذه البطوله. الشيء المميز في الدوري انه فيه صعود وهبوط، الفرق اللي تحصل على المراكز الاخيره في كل مجموعه راح تهبط للدوري اللي تحته، والفرق اللي تحصل على المراكز الاولى راح تلعب في الدوري اللي فوق. يعني لو اخذنا مثال الدوري B، الفرق اللي تصدر مجموعاتها في الدوري B راح تصعد للدوري A، والفرق اللي تكون في اسفل مجموعتها راح تنزل للدوري C. والشيء المميز الثاني واللي راح يضيف حماس اكبر لهذه البطوله، انه ربطوها في تصفيات الامم الاوروبيه، 4 منتخبات من هذه البطوله راح تتأهل إلى أمم أوروبا. بطولة أمم أوروبا الجاية تضم 24 فريق، في 20 فريق راح يتأهلوا في التصفيات العادية، وفي 4 فرق راح تتأهل عن طريق هذه البطولة. وطريقة التأهل من هذه البطولة إنه يصعد فريق من كل دوري، من دوري A B C و D إلى بطولة أمم أوروبا. ونظامها إنه في كل دوري أبطال المجموعات يلعبوا مع بعض سيمي فاينل، نص نهائي ونهائي، والبطل يتأهل إلى أمم أوروبا. لكن إذا كان المنتخب اللي صدر مجموعته أوريدي متأهل لأمم أوروبا عن طريق التصفيات العادية، عن طريق ال 20 فريق اللي تأهلوا من التصفيات العادية، مركزه يروح للفريق اللي بعده في التصنيف. يعني في الغالب هذا النظام راح يساعد اكثر الفرق اللي في الليج سي ودي. وبعد في دراسه واخبار كثيره تتكلم ان هذه البطوله ممكن تربط بعد تصفيات كاس العالم الجايه. واكيد كل بطوله لها جوائز ماليه، مجموع الجوائز لهذه البطوله اكثر من 76 مليون يورو. ومجرد ان المنتخب يشارك في هذه البطوله راح تحصل على مبلغ، الفرق اللي تشارك في الليج A راح تحصل على مليون ونص، الفرق اللي في الليج B تحصل على مليون، الفرق اللي في الليج سي تحصل على 750,000، والفرق اللي في الليج دي تحصل على 500,000. بعدين اذا صدرت مجموعه يضاعفوا لك هذا المبلغ، اللي كان حاصل على مليون ونص يعطوا مليون ونص زياده، اللي كان حاصل على 500,000 بيعطوا بعد 500,000 زياده. وبعد بطل هذه البطوله، بطل هذا الدوري راح تحصل على 4.5 مليون يورو، والمركز الثاني 3.5 مليون يورو، الثالث والرابع راح تحصل على مليونين ونص ومليون ونص. شخصيا اشوف ان هذه البطوله شيء جيد، فكره ممتازه، فكره الدوري الى منتخبات فكره ممتازه، فكره جيده، وراح تنظم كثير من المباريات الوديه، وراح تساعد بعد من بعض المنتخبات انها تتاهل للامم الاوروبيه، المنتخبات اللي ما تقدر انها تشارك عن طريق التصفيات العاديه لان المنافسه فيها اقوى، تعطيها فرصه ومجال اكبر للمشاركه في الامم الاوروبيه. صحيح ان 24 منتخب في بطوله امم اوروبا اللي تعودنا عليها تكون بعدد اقل وفرق منافسه فيها اشد، يعني راح يخرب من البطوله شوي، لكن هذا مو موضوعنا حق اليوم. او بس انتوا ايش رايكم في هذه البطوله؟ ايش رايكم في فكره دوري للمنتخبات؟ اعطونا رايكم تحت في التعليقات. يعطيكم العافيه، سلام.